هل حقا لا خيار لنا في أخطاء الاشتباك هذه كابتن؟ تضع الخط فقط عندما تحتاج إليه. نحن نتسخ من أجل أن يبقى العالم نظيفا. أنقذي نفسك يا ابنتي، انضمي إلينا. أنا أقود الجنود، أما أنت فتدرب القتلة. لكن كلنا قتلة هنا. يلا نهجم. نحن القتلة. We are the killers. Call of Duty Modern Warfare هي لعبة إطلاق نار بمنظور أول من تطوير Infinity Ward، وقد نشرتها Activision في 25 من شهر أكتوبر في عام 2019، وهي الدفعة 16 من لعبة Call of Duty، وهي لعبة مميزة ورائعة أثبتت جدارتها في عالم ألعاب الفيديو ونالت إعجاب الكثيرين من اللاعبين في أنحاء العالم. وتنقسم اللعبة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القصة، تجري اللعبة في مكان واقعي وحديث، وتحكي القصة حكاية ضابط أمريكي في CIA وقوات من الأساياس البريطانية، وتحكي القصة تكاتفهم مع الثوار في بلد تسمى أورزكستان، وهي مدينة خيالية لكن تصميمها والحوادث التي تدور فيها مستوحاة من حوادث واقعية دارت في الشرق الأوسط، ويكون القتال فيها ضد القوات الروسية التي غزت البلاد. واللاعب في قصة هذه اللعبة يشعر بالاندماج في عالم القصة، حيث تتيح له اللعبة التكتيك للهجوم والقضاء على الخصوم، وتتيح له بعض الخيارات في مهمات اللعبة، وتمكنه من إبداء رأيه أو فعل ما يريد فعله في اللعبة. ما هي رسالتك من الكابتن برايس؟ قائد كريم، نادني أليكس. أنا أستمع إليك أليكس. الأمر سري. يلا أولاد العم، جهزوا لحالكم. منذ 48 ساعة قام إرهابيون بسرقة غاز روسي. القتلة قد يفعلون هذا فقط. الروس لا يفرقون بين القتلة وجماعتك. وأنا لا أفرق بين القتلة والجيش الروسي، فكلاهما إرهابي. نحن لا نستخدم هذه السموم أبدا. ساعدونا على تعقبها قبل... قبل ماذا؟ قبل أن يأخذوها إلى أوروبا؟ أو أمريكا؟ نحن نعيش هذا كل يوم. قائدتي، حان وقت الذهاب. من هذا؟ أليكس، هذا أخي وملازمي هدير. أنت من السايا؟ ويعمل مع الكابتن برايس. إذا تقتل الروس، صحيح؟ لدي أصدقاء قد يساعدونا، لكن أختك ستقرر ما التالي. بالطبع، فأختي القائدة والروس لا يزالون هنا. هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، هذا يمكننا الاتفاق عليه، صحيح؟ نعم. رجال الجنرال باركوف يتحكمون بالمدينة، لدينا خطط لتغيير هذا. لا صواريخ لدينا، لكن لدينا طرقنا. إن بقيت سنساعدك، لكن إن بقيت فستقاتل. يلا نهجم. مرحبا في أورزكستان أليكس. اتبعاني. القسم الثاني العمليات الخاصة، وهي عبارة عن خرائط كبيرة وصغيرة تحتوي على مهمات معينة، ويمكن اللعب فيها مع الآخرين عبر الإنترنت. والعمليات الخاصة تعتبر تكملة للقسم الأول من اللعبة، ألا وهي القصة، ويتاح للاعب فيها استخدام الأسلحة بأنواعها بالإضافة إلى استخدام المركبات للانتقال السريع. القسم الثالث اللعب الجماعي، وقد اشتهرت Call of Duty بهذا القسم، ولكنها في هذه اللعبة جعلت من قسم اللعب الجماعي قسماً متميزاً من ناحية خرائطه الكبيرة والصغيرة، ومن ناحية إتاحة تصميم السلاح والعتاد وفقاً لذوق اللاعب. ويمكن للاعب فيها اختيار شخصيته المفضلة وتطويرها وشراء العتاد الجديد لها. كما تميز هذا القسم بعتاده المستخدم على أرض المعركة كالطائرات والدبابات والبنادق الآلية المركزة وغيرها، بالإضافة إلى أطوار جديدة للعب، ومن أبرزها لعبة Gun Game ولعبة الحرب. ويمكن للاعب فيها شراء العتاد والأسلحة والشخصيات والهدايا عن طريق الاشتراك في سيزن باس، وإن لم يكن يريد الاشتراك فسيحصل أيضا على بعض الأسلحة والهدايا وبعض الشخصيات، ولكن ستفوته الأشياء المميزة. وأخيرا اللعبة رائعة وجميلة، وقد حازت على جائزة أفضل لعبة حركة وأفضل لعبة جماعية في عام 2019. أعزائنا،
كانت هذه نبذة بسيطة في عجالة عن لعبة Call of Duty Modern Warfare. إن كان لديكم آراء في اللعبة فشاركونا إياها عبر التعليقات. إلى اللقاء ودمتم سالمين.